كثير اشخاص عم بيقولوا لي انه اذا انت عندك ايفون شو الاشياء اللي بخسرها بساعه هواوي جي تي 3 برو حنتعرف كل شيء بتفاصيل الخساره اللي حتخسرها اذا اشتريت هذه الساعه وعندك جهاز ايفون <applause> شباب وصبايا ما تنسوا بدعمي بلايك سبسكرايب واذا عندكم اي كومنت قولوا لي تحت وخلينا نبلش اول شغله طبعا شركه هواوي عندها شغله كثير مهمه بدك تفهمها انت اول شيء، اذا انت عندك جهاز هواوي غير اذا عندك سامسونج غير اذا عندك ايفون، يعني افضل اداء لهيدي الساعه هي مع اجهزه هواوي، فاذا انت ما عندك جهاز هواوي هيدا الفيديو ما حينفعك، لانه نحن عم نحكي على اجهزه ايفون اللي هو أسوأ اداء للساعه بهيدا الجهاز طبعا أنا ماني جاي أقارن جهاز سامسونج اللي هو الفون سامسونج مع هذه الساعة ولكن كل الفيديوهات اللي عم تشوفوها عم لأنه أنا جهازي أصلا سامسونج فكل الفيديوهات اللي بتحضروها عندي هي عن طريق سامسونج ففي قصص تخسرها مثل الكاميرا مثل المساعد الشخصي بعض الامور من الوان هاب وهالقصص هي كلياتها فبتخسر اشياء بسيطه صراحه بالنسبه للخساره الكبيره اللي حتشوفها بالايفون بقصد بخساره كبيره ما مع معناتها انه انت خسرت كثير امور ولكن بالنسبه لاشخاص هيدي الامور بتعني لهم فهيدا الموضوع اللي لازم تعرفه يعني يمكن إنك بالنسبه لك الموضوع للميوزك ما بيعني اوكي بس في غيرك كثير بيعني له هذا الموضوع فكرمال هيك انا عم بقول موضوع خساره كبيره بالايفون طيب اول شغله حنحكي عنها هي موضوع المتجر تاعو الهواوي متجر هواوي ما موجود على هيدي الساعه آه اذا انت عندك ايفون للاسف ما فيك تستعمل متجر هواوي حتى اللي إيه ما في مشكله لانه متجر هواوي اصلا ضعيف كثير وما عليه اي شيء كثير اوكي فيني اقول لك بس في امور يمكن تلاقيها حلوه يمكن تو ابلكيشن اي ثينك تطبيقين اثنين موجودين حلوين كثير بمتجر هواوي يمكن بعدين تتطور القصص تتغير الامور فنحن ناطرين طبعا هذا الموضوع طبعا موضوع نقل الاغاني هي شغلة الثانيه اللي ما فيك تعملها آه في اشخاص بيعني هذا الموضوع انه بيحبوا يعملوا رننج مثلا يركضوا اوت دور وبنفس الوقت يسمعوا اغاني عن طريق السماعات البلوتوث فهذا الموضوع بياثر لهم بيقول لك انا لا ما بدي هيك ساعه فحبيت اوضح هدول التفاصيل مشان انت تكون معك خبر بكل شيء ثالث شغله اللي كثير ناس يمكن ما بتعني لهم ولكن بشوفها ميزه اضافيه بالساعه هي المساعد الشخصي اللي هي سيليا، طبعا سيريا منا متطوره مثل سيري ومثل جوجل ولكن هي تعتبر ممتازه جدا للاشخاص اللي بده يعمل شغله معينه، بدك تعمل قصص حلوه فيك تحكي معها للساعه بالفويس، وهيدا الموضوع لانه موجود على السامسونج ولانه موجود على جهاز الايفون، فانت بحاجه لجهاز هواوي لحتى يكون عندك هيدي الخدمه موجوده، واخر شغله اللي شفتها انا صراحه هي اللي هي اكثر شيء مهمه اللي هي عدم الرد على الاشعارات. يعني انت اذا وصل لك اشعار بيوصلك اشعار طبيعي 100% ولكن لما تيجي بترد ما فيك ترد على اجهزه ايفون لانه شركه ابل هي مانعه هذا الموضوع يعني ما خص الشركات كلها اذا جبت اي ساعه ثانيه ما حتقبل موضوع الرد على الاشعارات لانه شركه ابل عملتها ريستريكت يعني عملت لها بلوك لهذا الموضوع فقط على ساعه ابل ووتش في كثرة على الاشعارات طيب بالنسبه للباقي القصص يعني مثل التريننج التريننج ستاتس تعولك مواضيع ثانيه اي موضوع ثاني عندك كله ماشي مية بالمية الرياضات كلها موجودة دقات القلب درجة حرارة الجسم تشبع الأكسجين بالدم فيك تتصل من الساعة في جيك مكالمات إلى آخره يعني طبيعية جدا الساعة وبتعمل مية بالمية وما فيها أي مشاكل طبعا كل شيء ذكرته موجود بجهاز سامسونج يعني بيشتغل مية بالمية بجهاز سامسونج فإذا أنت مشان تعرف إنه جهاز سامسونج القصص اللي ما بتشتغل على الآيفون تشتغل مية بالمية على سامسونج فهيدي هي حبيت شارككم الموضوع شكرا كتير لكم ولا تنسوني بالدعم بلايك سبسكرايب اذا عندكم اي كومنت كليه تحت يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته